بدوره أكد سعادة السيد علي العراضي عضو مجلس الشورى أن هناك العديد من الآليات الوطنية المستقلة التي تمارس دورا رقابيا يسهم في تعزيز حقوق النزلاء، وقد أثبتت الزيارات الميدانية التي قامت بها العديد من الجهات إلى مركز الإصلاح والتأهيل زيف ادعاءات قناة الجزيرة القطرية. أمانة يعني أقل ما يمكن أن يوصف أو توصف به المحاولات الأخيرة لقناة الجزيرة أنها محاولات إساءة متعمدة وأكاذيب متكررة ذات منهجية مكشوفة من خلال نشر وبث معلومات مضللة حول أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وللأمانة هذه المحاولات تأتي ضمن السياسات القطرية التي يعني حاولت تعد وعبر سنوات طويلة وفق ما تنتهجه من سياسة عدوانية ضالعة في محاولات بائسة وقديمة ومتواصلة لزعزعت الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، ولكن ذلك ولله الحمد لن يتم لأن البحرينيين أنفسهم ودول العالم قاطبة تعرف ما للبحرين من وضع متطور في عملية تحقيق وتعزيز وحماية حقوق كل المواطنين، وطبعا من ضمنهم أو لا سيما منهم الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وهذا الأمر لا يحتاج إلى شهادة من الجزيرة أو غيرها، والكل يشهد بأن هناك العديد من الآليات الوطنية المستقلة في مملكة البحرين مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وغيرها، وهي آليات للأمانة تمارس دور رقابي على أداء وإجراء الكثير من الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل، وهذا طبعا شيء نفتخر فيه وهو يسهم في تعزيز حقوق النزلاء والموقوفين. وهذه الزيارات ولله الحمد قد أثبتت بأن الإجراءات الموجودة هي إجراءات إيجابية. للأمانة أنا شخصيا أرفض ما تقوم به قناة الجزيرة وأي جهة أخرى مأجورة، وهذه الجهات إذا أذنت لي أعتقد بأنها أصبحت بشكل قاطع خارج النسيج الوطني وخارج التاريخ كذلك.